خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن الحديث عما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وجميل الشيم، مما يدل على صدقه وعلى صدق نبوته وعلى أنه مرسل من عند الله تعالى. قدم القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه بذلك للحديث عن المعجزات، كأنه يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حلاه الله عز وجل به من الفضائل والمكارم والمناقب ما يحتاج إلى معجزات، لأن حاله تدل على صدقه، لأن ملامحه تدل على صدقه، لأن تعامله يدل على صدقه، وهكذا. ثم خلص إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما سنتحدث عنه اليوم إلى الحديث عن معنى الرسالة والنبوة والوحي، عن هذه المصطلحات الثلاث التي وعد بها القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في المقدمة. في المقدمة ذكر أنه لا بد من معرفة معنى الرسول والرسالة ومعنى النبي ومعنى النبوة، لأن هذه الأمور قد يغلط فيها كثير من الناس، فيظنون أن النبوة يعني شيء ذاتي، شيء ينبع من ذات الإنسان، وأن النبوة يعني اختيار شخصي، يعني أن الإنسان هو الذي يختار أن يكون نبيا أو لا يكون. فبين هنا معنى النبوة ومن أين اشتق هذا اللفظ، ومعنى الرسالة ومن أين اشتق هذا اللفظ كذلك. يقول رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء. يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق في كل واحد منا ما يكفيه من العلم ليعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وذاته، ولكي يعرف تكاليف الله التي كلفه الله عز وجل بها وينتهي الأمر، فيكون كل واحد منا يوحى إليه من قبل رب العالمين. وهذا في قدرة الله عز وجل غير بعيد، وهذا في قدرة الله عز وجل غير يعني ليس مستحيلا، ليس من المستحيلات أن يخلق الله عز وجل في قلب كل واحد منا ما يكفيه ليتعرف على الله سبحانه وتعالى، وما يكفيه ليقوم بالتكاليف. والنماذج موجودة في الواقع، فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى خلصهم ونقاهم من نوازع الشبهات ونوازع الشهوات، فلم يكونوا يعني يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فالله عز وجل قادر على أن يخلق الإنسان على هذا النمط وعلى هذا الشكل، لكي يكون الناس منكبين على تسبيح الله عز وجل وعبادته وتوحيده، بعيدين عن النزاعات، بعيدين عن المعاصي، بعيدين عن كل ما نشاهد ونراه في حياة الإنسان. وقد أخبر الله عز وجل الملائكة بأن الذي سيكون في الأرض يعني ستكون منه هذه الأمور، ولذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لم يقولوا هذا عن غيب أو عن يعني ظن، وإنما قالوا هذا عن علم أعلمهم الله عز وجل إياه، أعلمهم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيخير بين الخير والشر.
فستكون فيه نوازع الشر ونوازع الخير، فمن غلبت نوازع الخير فيه فهو من المؤمنين، ومن غلبت نوازع الشر فيه فهو من الكافرين والعياذ بالله. إذا كان مستوى الملائكة أعلى من مستوى البشر، فهناك مستوى أدنى من الإنسان وهو الحيوانات. وقد خلق الله عز وجل هذه الحيوانات وأعطى لكل منها هدايتها، فلا تنظر إلى الطغيان في مجال الحيوانات ولا في مجال الطيور ولا في مجال، وإنما ترى سنة الله عز وجل، كل ميسر لما خلق له. قال الله عز وجل: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى لكل شيء خلقه ثم هداه لفطرته، ثم هداه لفطرته. فهدى النحل، بل أوحى كما قال الله عز وجل: أوحى إلى النحل، وأوحى الله عز وجل إلى النمل، وأوحى الله عز وجل إلى الأسماك، أوحى الله عز وجل بهذا المعنى من الوحي، بمعنى ألهمهم الله سبحانه وتعالى هذه الفطر التي كانوا يعني يمشون عليها، أو هذه الغرائز التي كانوا يمشون عليها. فلا ترى الطغيان إلا في حياة الإنسان، فلا طغيان في حياة النمل ولا في حياة النحل ولا في حياة النباتات حتى ولا في حياة وهكذا، وإنما ترى الطغيان في والمخالفة لأمر الله عز وجل في حياة الإنسان. الإنسان ليس هذا ولا ذاك، ليس أقل رتبة من الإنسان إلى مستوى الحيوانات، وليس أعلى رتبة إلى مستوى الملائكة، فإنه تجتذبه الغرائز إلى الأرض، وتجتذبه الروحانيات إلى السماء إلى الأعلى. فمن غلبت روحانياته على نزواته ونزغاته وشهواته كان أفضل من الملائكة، كان أفضل من الملائكة. ومن اجتذبته شهواته ولذاته ونزغاته إلى الأرض كان أضل من الأنعام، كما قال الله عز وجل: فهو إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب بمعنى أشر من الدواب، أضل من إنهم إلى كل العام، بل هم أضل كما قال الله عز وجل. ولكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يكون مختبرا، أي أن يكون ممتحنا، أن يدخل إلى قاعة الامتحان التي هي الدنيا التي هي حياته. تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا مناط التكليف، وهذا هو المراد من خلق الإنسان، بعث الإنسان ليكون مكلفا. وهذا التكليف له درجاته وله مستوياته، من هذه الدرجات أن يكون هذا الإنسان مكلفا من قبل رب العالمين، ولكن بوسائط مختلفة، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم بواسطة النبي المرسل الذي أرسل إليه. فشاءت حكمة الله عز وجل أن يكون الإلهام أو أن يكون إيصال أو أن يكون بلاغ التكاليف للإنسان عن طريق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك رسل من الملائكة ورسل من البشر كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الملائكة كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومن الناس كمحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن لو أراد الله سبحانه وتعالى، هذا لو ليست التي تفتح عمل الشيطان، وإنما لو التي افتراضية، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي لكل واحد منا ما يكفيه ليعرف الله ويعرف حدود الله، لكان ذلك بالنسبة إليه يسيرا وسهلا. ولكنه أراد أن يختبرنا سبحانه وتعالى، أراد أن يمتحننا، فكان مناط الامتحان أن تأتيك الأوامر من الإنسان مثلك، فيأمرك فتقول له: ما دليلك؟ فيأتيك بالدليل ويأتيك بالحجة التي هي المعجزة، ونحن في باب المعجزات. فإذا صدقته عندئذ واتبعت أمره فأنت على هدى من الله سبحانه وتعالى، وإذا كذبته فأنت فقد رفضت الهداية والوسيلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لهدايتك. إنه سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما حكى الله عز وجل عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وسنتعرف على الوحي، يعني أن يوحي إليه أو يكلمه من وراء حجاب، بمعنى أن يخاطبه من وراء حجاب. والخطاب من وراء حجاب يعني أن يسمع الكلام ولا يرى الشخص، كما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام على جبل الطور لما كان يبحث عن النار ليصطلي أهله، وعما كان لما كان يبحث عن الهدى وجدوا على النار هدى لأنه ضل الطريق، فإذا به يسمع من حوله إنني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك، فإذا به يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ولا يرى ذاته. هذا تكلم من وراء حجاب، ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام مخصوصا بهذا الأمر، مع أن الله عز وجل نوه به في ذلك في القرآن الكريم فقال وكلم الله موسى تكليما، بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا رفع وعرج به ليلة الإسراء والمعراج حتى كان يسمع صريف الأقلام، يعني المقادير التي تكتب يسمعها، وسمع من الله عز وجل أن قال قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، لما فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فكان يراجع ربه حتى يعني نقصها إلى 50، وهي 50 بالجمع، وهي 50 في التواب، و50 بالإفراد في إيش؟ في العام في 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 الفعل في الفعل في الممارسة والعمل. لما استحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه قال الله عز وجل له أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. معنى أمضيت فريضتي، أنا طلبت 50 هي 50، ولكن مع ذلك هي مخففة إلى 5، فبقي الأجر كبيرا ورجع العمل يعني قليلا، رجع العمل قليلا، وأمضى الله عز وجل بذلك فريضته. أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا فضله ومنته ولطفه بنا في هذه القصة. فكثير من العلماء ذهبوا إلى أن الكلام هنا مباشر من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن جبريل عليه الصلاة والسلام لم يرتقي إلى هذا المستوى، بل كما يقول العلماء جبريل عليه الصلاة والسلام قال له نحن إذا تجاوزنا هذا المكان يعني سدرة المنتهى احترقنا، فالملك يحترق والنبي صلى الله عليه وسلم يخترق، يعني يخترق ذلك المكان يعني ويجوزه إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، يعني إلى حيث يسمع صريف الأقلام ويحيي الله عز وجل إليه. إذن هذا نوع ثاني من الوحي، إما الوحي بمعنى كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى في أنواع الوحي، وإما أن يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني يرسل رسولا الحالة الثالثة، ويرسل رسولا يحتمل معنيين، أو يرسل رسولا من الملائكة إلى بني البشر كإرسال جبريل إلى الأنبياء، أو يرسل رسولا من بني البشر إلى بني البشر أنفسهم فأو يرسل رسولا يحتمل المعنيين، يحتمل أن يكون ذلك الرسول المذكور في الآية أن يكون ملكا يوحي الله عز وجل إلى من شاء من عباده بلا واسطة، الحالة الأولى، يكلم الله عز وجل من شاء من وراء حجاب فيسمع الصوت ولا يرى الشخص ولا يرى الذات، أو يرسل إليه رسولا فيكلمه فيعي ما يقول كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أحوال من أحوال الوحي، وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه، وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر إما من غير، يعني كما أنه جائز أن يحيي الله عز وجل إلى الإنسان بلا واسطة، جائز أن يرسل إليه الوحي بواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون من غير البشر كما أشرنا، يعني أن تكون الواسطة من الملائكة إلى البشر إلى الرسل من البشر،
كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم أي من جنس البشر كإرسال الرسل من بني البشر إلى أقوامهم إلى الأمم والأقوام، ولا مانع لهذا من دليل العقل. يعني من ناحية العقلية إذا كنت تعمل أو تستعمل العقل في مثل هذه الأمور فلا مانع من ذلك، فهذه الطرق كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني أمر سهل وأمر ممكن، لا يدخل في باب المستحيلات، لا يدخل في باب المستحيلات. وأحوال الوحي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي لا أقصد بروي التمريض، وإنما أقصد بروي أن الحديث معروف وفي صحيح الإمام البخاري يعني في كتاب الإيمان باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا برجل يسأل كما تقول السيدة عائشة حارث بن هشام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرح بعض الأحوال بعض أحوال الوحي ولم يشرح كلها، فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أو في رواية كالسلسلة على صفوان، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. الحالة الأولى أنه يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني كما كانك تسمع الجرس، أو السلسلة على الصفوان، السلسلة على إيش؟ على الصخرة. إذا كنت تجر السلسلة الصماء على الصخرة الصماء ما الذي سيحدث؟ يعني ضوضاء وصوت لا يمكن أن تفهم عنه شيئا بالنسبة لك، يعني بالنسبة للفهم العادي والسمع العادي لا يمكن أن نسمع شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي. قال السيدة عائشة لقد كان يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتصفد عنقا. سبحان الله، هذا ليس خاصا بالبشر ببني البشر، حتى الملائكة أنفسهم لا يتحملون الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى بعض الملائكة. اقرأ معي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عندما ينزل أمر من السماء يسمعه المكلفون بسماعه من الملائكة، وغيرهم إنما يسمعون ماذا؟ يسمعون شيئا مفزع، شيئا مفزعا. فحتى إذا فزع عن قلوبهم وذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني الذين لا يستطيعون الفهم عن الله مباشرة يسألون الآخرين ماذا قال ربكم، قالوا أي الذين يفهمون عن الله عز وجل ويأخذون من الله عز وجل قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في صحيح البخاري في أوائل في بداية الصفحات الأولى من صحيح البخاري قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني الجملة الأولى يقول فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يسمع شيئا كالسلسلة على الصفوان فلا ينقطع ذلك الصوت ولا ينقطع ذلك الحدث حتى يعي ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم قاله الملك، فيفصم عني أن ينقطع الوحي وقد وعيت ما قال. الحالة الثانية يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، ما قالش فأسمع شيئا فيكلمني، يعني الخطاب كان هنا في المضارع، على ما يدل في المضارع؟ يعني أنه يكلمه ويجاوبه، يكون بينهما كلام واسترسال في الكلام والخطاب في الكلام، كلام مباشر. فيكلمني فأعي، ما قال وقد وعيت، فيكلمني فأعي، يعني أعي عنه جملة جملة، يعي عنه عن جبريل عن الملك جملة جملة، فيكلمني فأعي ما يقول، بما فأعي ماشي وقد وعيت، ما قال فأعي ما يقول. فالمضارع في الوعي والمضارع في القول بمعنى أن الكلام كان متتابعا وأن الكلام كان مسترسلا وأن الكلام كان من ند لنده أو من جنس لجنسه. وأبرز مثال لهذه الحالة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المعروف المحفوظ،
حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة. فهذا الحديث ما الذي وقع فيه؟ تمثل الملك رجلا، يعني شابا وسيما جميلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. ما الذي حدث في هذا التنزل بالنسبة للملك إلى مستوى البشر؟ ما الذي حدث؟ تلقى عنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما تلقى عنه كذلك الصحابة، لأنه ما من جملة تخرج من فيه إلا وسمعها الصحابة كما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من جواب أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستوعبه الصحابة كما يستوعبه جبريل عليه الصلاة والسلام. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأله أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تحج البيت كما ورد في الرواية. قال له صدقت. قال راوي الحديث، من هو راوي الحديث؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن هم يفهمون عن جبريل عن الملك كما يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يسأل لا يصدق. إذا كنت تسأل وتصدق يعني أنك لست بحاجة إلى السؤال، لأنك عالم بالسؤال، فلماذا تصدق؟ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم منا السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، إلى غير ذلك من الأمور المذكورة في هذا الحديث. ثم انطلق، يعني خرج الملك من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلبثنا مليا، يعني لبثنا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا، أي ردوا ذلك السائل. فخرجوا فلم يجدوا له أثرا، فلم يجدوا له أثرا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال البخاري فسمى الثلاثة دينا، فسمى الثلاثة أي الإسلام والإيمان والإحسان دينا، أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد الأمة لكي تسمع عن الملك مباشرة. فإذا بالرسول الأمين جبريل يسأل الرسول الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأمة تفهم، وإذا بالأمة تأخذ دينها الإيمانا وإسلاما وإحسانا. هناك أنواع أخرى من الوحي، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤية الأنبياء وحي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يرون شيئا ينفذونه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، الرؤيا المذكورة في سورة الفتح، في سورة الفتح، فكانت وحيا. فالله سبحانه وتعالى أتم ذلك الوحي، ورأى يوسف عليه الصلاة والسلام 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فأتم الله عز وجل عليه ذلك الوحي. قال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي قد جعلها واقعا وحقيقة. وتأويل الرؤيا وقوعها، تأويلها وقوعها. وهناك النفس في الروع، ما يسمى النفس في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث جبريل في روعي، النفس في الروع يعني نوع من أنواع الوحي إلى آخره. العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه حاول أن يحلل هذين النوعين المذكورين في صحيح البخاري، هذين النوعين من صور الوحي. أحيانا
يعني أسمع مثل صلصلة الجرس فيفصم عن وهو أشد عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قل علامة ابن خلدون ما معناه؟ إن من شرط التلقي التساوي بين الملقي والمتلقي، لابد أن يكون من جنسه، لا يمكن أن تفهم عن غير جنسك إلا إذا كان الأمر معجزة. يعني يمكن أن يفهم الإنسان عن غير جنسه ولكن على سبيله المعجزة، كما فهم سليمان عن الطير، وفهم عن الحيوانات، وفهم عن النملة، وفهم عن الهدهد، إلى غير ذلك من الأمثلة. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الذي بكى، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزالة التي تشكو حالها، وعن الضب، وعن إلى آخره. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل المعجزات. ولكن إذا لم تكن هناك معجزة فلا سبيل للفهم عن الحيوانات، فلا سبيل للفهم عن من ليس من جنسك، من ليس من جنسك. إذن فما الذي حدث في الصورتين؟ قال: أما الصورة الأولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينسلخ من الصفات البشرية ويترقى إلى الصفات الملكوتية أو إلى الصفات الملائكية. النبي صلى الله عليه وسلم يترقى، يصعد، فيخذ عن جبريل عليه الصلاة والسلام في مستواه. إن الذي يتحمل المشقة في هذه الحالة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ينسلخ من بشريته أي من المادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه شيء يعني كأنه غطيط نائم، كأنه غطيط النائم، يترك هذه المادة ويأخذ عن الملك في مستوى الملائكة. ولهذا قال: وهو أشده علي، لأنه يتحمل مشقة السفر، أي السفر من جنس إلى جنس آخر، أو الترقي من جنس إلى جنس آخر. والحالة الثانية: جبريل هو الذي يتكلف، جبريل هو الذي يتقمص الصفة البشرية، فيأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه أو غيره من الناس. دحية الكلبي هذا رجل من الصحابة كان جميلا وسيما، يأتي جبريل مرات في إيش؟ في صورته، في صورة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني أن الملك يعني يتنزل إلى مستوى البشر لكي يتلقى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلقاه ويسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مرتاح، فيكلمني فأعي ما يقول. ما الإسلام؟ الإسلام كذا. ما الإيمان؟ الإيمان كذا. ما الإحسان؟ الإحسان كذا. يعني يكلمه كأنه يكلم إنسانا عاديا. ولهذا لما خرج جبريل عليه الصلاة والسلام لم يجدوا له أثرا، يعني بسرعة عاد إلى صورته الأولى، بسرعة عاد إلى صورته الأولى. ولذلك الصحابة قالوا: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. ماذا تفهم من هاتين الكلمتين؟ أنه ليس غريبا وليس بلديا، ليس من أهل البلد، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفناه، وليس غريبا لأنه لو كان غريبا وجاء من بعيد لا رأينا عليه أثر، يعني لا جاء أشعث أغبر. فهو ليس بأشعث أغبر، يعني عاد وصل من السفر، وليس معروفا لدينا، إذن فليس غريبا وليس بلديا، أي من أهل المدينة، بل هو ملك نزل لحينه وارتفع لحينه عليه الصلاة والسلام. هاد التحليل الذي فعله، إذا ترجعوا لها في مقدمة ابن خلدون لما كان يتكلم عن الوحي وصور الوحي، يعني تكلم في هذه الناحية وقال: إما أن ينسلخ الإنسان من البشرية ليأخذ عن الملك، أو يتنزل الملك فيتقمص الصورة البشرية لكي يسهل التواصل يعني الأخذ والعطاء من البشر. وهذه من حكم الله عز وجل ومن لطائفه لعباده. وإذا جاز هذا ولم يستحل، وإذا جاز هذا ولم يستحل، يعني جاز الحالة الأولى التي هي أن يقذف الله عز وجل في قلب كل واحد منا ما يكفيه لمعرفة الله عز وجل والعبودية له. الحالة الثانية أن يرسل إليه رسولا، إذا يعني إذا كان هذا جائزا غير مستحيل، وجاءت الرسل بما يدل على صدقهم من المعجزات، وجب تصديقهم في جميع ذلك. يعني إذا كان هذا جائزا وجب تصديقهم
في ذلك. ما الذي لا يجب التصديق فيه؟ المستحيل، الأمر المستحيل. والمستحيلات عرفناها، ما هي المستحيلات؟ المستحيلات هي أن تصف الله عز وجل بما ليس به، بما ليس له أهل، أن تصفه بأنه ولد من المستحيلات، بأن له صاحبة من المستحيلات، بأنه يصيبه العجز أو العمى أو كذا من المستحيلات. ويستحيل ضد هذه الصفة العدم الحدود للحادثات. هذه الأمور ليش؟ العدم للحادثات، الحدود للحادثات. فالله عز وجل واجب الوجود، يعني وجوبا عقليا، مش يجب عليه أن يكون موجودا، ولكن يجب علينا نحن أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله سبحانه وتعالى لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته. هذه الأمور التي يعني لا يمكن أن ندخلها في إطار يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز في بعثة الرسل أو لا بعثة الرسل. فليس الله سبحانه وتعالى مجبرا على أن يبعث الرسل، وليس الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى بعث الرسل، فهو الفاعل المختار الذي يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا جاز ذلك وجاءت الرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وقدموا لنا البراهين والآيات والدلائل التي تدل على صدقهم وهي المعجزات، وجب علينا تصديقهم، وجب علينا تصديقهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به، لأن المعجزة مع التحدي من النبي قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه. لأن المعجزة كقول الله عز وجل صدق عبدي فاتبعوه، واحد كلام جميل لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سئل هل عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك، يعني من الذي دلك على الآخر؟ هل دلك محمد على الله أو دلك الله على محمد؟ فقال ما عرفت ربي بمحمد ولا عرفت محمدا بربي، ما عرفت هذا بهذا ولا هذا بهذا، لأنه لو عرفت ربي بمحمد لكان محمد أوثق عندي من الله. لو كنت تعرفت على الله عن طريق محمد أنه قال لي هذا هو الله لكان محمد أوثق عندي من الله. ولو عرفت محمدا بربي، يعني أن الله قال لي في قلبي، وهذا ما أريد، هذا بيت القصيد المناسب للحديث، لو جاء ربي وقال لي في أذني أو في قلبي هذا رسولي فاتبعه، ما احتجت إلى رسول. إذا كان الله يلقي في قلبي مثل هذه الأمور ما احتجت إلى أنا الرسول، ما احتجت إلى رسول. لو كان الله دلني على رسولي وقال لي هذا رسولي قد أرسلت إليك ما احتجت إلى رسول، لأنني أنا أيضا يوحى إلي، أنا أيضا يقذف الله عز وجل الوحي في قلبي. فهمتوا؟ قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولكن عرفت ربي بربي فجاء محمد ليعلمني مراد ربي مني. عرفت ربي بربي أي بماذا؟ بآثاره، بآلائه، بدلائله التي نصبها، لأن الله عز وجل نصب الآيات على وجوده. وهذه الآيات فين هي؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل ما يمكن أن يشار إليه فهو من آيات الله عز وجل. هذا خلق الله، الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى كل ما يشاهد، إلى كل ما هو مخلوق. هذا خلق الله، أشير أنت إلى السماء أو إلى الأرض أو إلى النباتات أو إلى الحيوانات أو إلى أو إلى أو إلى، كل ما يمكن أن يشار إليه بمعنى كل ما هو موجود فهو دليل على الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقيم الحجة على قومه ليدلهم على الله على سبيل ماذا؟ الاستدراج، وعلى سبيل الأخذ بهم شيئا فشيئا ليتعرفوا على الله. لما رأى الكوكب قال لهم هذا ربي، يعني ليستدرجهم. فلما أفلا، ما معنى أفلا؟
غاب، غاب إيش؟ الكوكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، قال لهم الآفلين أي الغائبين الذي يغيب عني لا أحبه، لا أريد أن يكون إلهي، أنا أريد إلها لا يغفل عني طرفة عين ولا أقل من ذلك، كما جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فطلع القمر فقال لهم هذا ربي، القمر طبعا أكبر من الكوكب. إذن ممكن على سبيل الجدل، على سبيل ماذا؟ الجدل والاستدراج، يمكن أن يكون إلها، نعم، ولكن أيضا أفل. فلما أفل قال لئن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين. إلى ما هداني الله سبحانه وتعالى الشيء كله ما ينفعش، الذي يغيب يأتي ويذهب يخليني ونبقبلش. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ما قالش هذه على سبيل الجدل، الشمس مؤنثة في اللغة العربية، واش مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، ولكن علاش ما قالش هذه؟ يعني خرج عن القاعدة اللغوية تأنيت الشمس وتذكير الشمس، وإنما قال لهم هذا على سبيل تذكير الإله، هذا ربي هذا أكبر. زين، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني جرهم ابتداء من الأصغر للسيارات الكوكب، ثم الذي يليه في الكبار، ثم أكبرهم وهو الشمس، ثم قال لهم هذا الشيء كله ورأه خالقها، إني وجهت وجهي للذي فطر ماذا؟ أي فطر الكوكب والقمر والشمس، هو المراد بيش؟ فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني دلهم على الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، أي التأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، تأمل في مخلوقات الله عز وجل. فإذا توصلت إلى أن وراء هذا الكون خالقا، وأن وراء هذا الصنع صانعا، وأن وراء هذا التدبير مدبرا، وأن وراء هذا الإحكام محكما وحكيما، إذن شنو بقى؟ بقى لك مسألة أخرى، ماذا يريد منك؟ نعم، عرفت ربي بربي، فجاء محمد ليعلمني مراد ربي مني. جاء محمد باش يقول لي صلي صم حج زكي مراد ربي مني. ولهذا الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أو النواهي، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إما أمر أو نهيون. فجاء محمد ليعلمك مراد ربي منك سبحانه وتعالى. إذن فالتعرف على الله سبحانه وتعالى يكون بآياته ودلائله المبتوتة في القرآن وفي الكون، هذا القرآن، لأن بعض الناس يزعمون أنه لا يتعرف على الله إلا من خلال النبوة، إلا من خلال الوحي، ولكن القرآن يقول هذا وذاك، يقول الجمع بين ماذا؟ بين القرآن المتلو والقرآن المنظور، أو الكتاب المنظور والكتاب المسطور، أن تجمع بين النظر في ملكوت الله عز وجل. ودعاؤنا إلى هذا الأمر كثير في القرآن الكريم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، إلى آخره. إن ربكم، شكون الذي قال لكم محمد إنه ربكم؟ لا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ودعوا ربكم تضرعا، عجل الوحي، ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب. في السورة أخرى، سورة يونس، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، إن ربكم الله الذي، إلى أن قال ذلكم الله ربكم، يعني دلك عليه بآياته ثم أمرك بماذا؟ بالعبودية له سبحانه وتعالى. إذن أنت تعرفت على الله سبحانه وتعالى بدلائله وآياته،
فإذا احتجت إلى شيء في هذا التأمل وفي هذا التدبر فإن النبي يأخذ بيدك، كما أخذ إبراهيم بيد قومه من كذا إلى كذا، فالنبي يأخذ بيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس مثلا، يقول لشخص كان يعبد الأصنام، يقول له كم تعبد من إله؟ قال له 7. عنده غير 7، هيك شيء قليل، 7: 1 في السماء و6 في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لرغبك ورهبك؟ يعني إذا وقعت في رغبة أي في حاجة أو في رهبة خوف، فمن ستلجئ إليه؟ قال: الذي في السماء. يعني المشرك اللي كيكون في رخاء وسعادة يعبد الأصنام، يعبد الآلهة المختلفة، من اللي كيكون في ضيق وحرج دعا الله مخلصا له الدين كما قال الله عز وجل. عندما يكونون في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، من اللي كيرجع للبر أو التاني كيرجع للشرك. إذن فمن اللي رغبك ورهبك إذا كنت تحت الأمواج والمتلاطمة؟ قال: الذي في السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن اتركي التي في الأرض واعبدي الذي في السماء. يعني دله على الله عز وجل غير بالذي هي أحسن. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا هل يعرف الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل، فقال له الرجل: البعرة تدل على البعير. ما قال لي قل لنا شكون هو رب، شكون هو الله؟ قال لي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فالسماء ذات أبراج والأرض ذات أفجاج والبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ فدل هذا على إيمانه وعلى أنه توصل إلى الله عز وجل من خلال النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فجاء محمد ليعلمني مراد ربي مني. إذا جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجاءوا بالمعجزات والآيات الخارقة للعادة، وعرفنا قبل ذلك وبعده صدقهم وأمانتهم وأنهم لا يكذبون وأنهم لا يخونون، لأن هذه الصفات تعرف في الأنبياء من قبل، يعني من قبل أن يقول لهم أنا نبي، من قبل أن يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا، يكون هو نفسه قد اجتنب النواهي، قد امتثل الأوامر، يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع الله، صادقا مع غيره. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل أن يوحى إليه. إذا كنا نقرأ ما الذي يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما الذي نجد في كتب العقيدة؟ 3 أمور يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: الصدق والأمانة والتبليغ. الصدق أن يكونوا صادقين، والأمانة أن يكونوا أمناء، والتبليغ أن يكونوا مبلغين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق والأمانة قبل الوحي، ما الذي بقي له؟ بقي له التبليغ. والتبليغ طبعا منوط بالوحي، لا يمكن أن تبلغ بدون وحي، لا يمكن أن تبلغ شيئا لم يوحى به إليك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه شروط النبوة والواجبات التي تجب في حق الرسول قبل أن يوحى إليه، فهو صادق أمين. بقي له ماذا؟ بقي له التبليغ. والتبليغ لابد أن يكون هناك تكليف، ثم بعد التكليف يأتي التبليغ. ولهذا يقول العلماء: المعجزة تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي هذا فيما يبلغه عني، كما قال ابن عاشر رحمه الله: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. لأنه ما دام لا يأتيك فيقول لك في أذنك هذا نبيي، فإنه يقول لك هذا نبيي بواسطة ماذا؟ بواسطة البرهان. فدانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد الله عز وجل أن يرسله إلى فرعون أعطاه برهان، يد البيضاء من غير سوء، أي من غير أن يكون البياض يعني مرضان وبرسان، والعصا التي تتحول إلى تعبان. فقال: لفدانك برهانان من ربك، يعني الذي أيدك بهذين البرهانين هو الله سبحانه وتعالى، إلى من؟ إلى فرعون وملئه. فأيده الله عز وجل بهذه الآيات وبهذه المعجزات. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمواصلة الحديث عن معنى النبوة والرسالة والوحي في الحلقة المقبلة بحول الله. أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.